mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le contenu de la 11e séance, donc du module Langue et terminologie économique 1. Donc cette 11e séance va aborder deux éléments principaux. Un premier élément donc sur la dernière théorie donc de population, la théorie donc d'Alfred Sauvy. Après avoir présenté dans la séance dernière la théorie d'Ibn Khaldoun, la théorie de Toussaint et la théorie de Thomas Robert Malthus. Donc dans cette séance, on va présenter la dernière théorie de la population, la théorie d'Alfred Sauvy, donc le chercheur français connu dans le domaine de l'économie de développement. Puis nous présenterons également le troisième et dernier élément de cet axe principal 2, lien entre la croissance démographique et la croissance économique ou le développement économique. Donc, la théorie d'Alfred Sauvy, donc nous avons souligné lors des deux dernières séances que la relation entre la croissance démographique et la croissance économique, donc cette relation, a fait l'objet de plusieurs études, de plusieurs recherches. Et ces études et recherches ont abouti à la production d'un certain nombre de théories connues par les théories de la population. Donc nous, ce qui nous intéresse dans cette science, c'est la théorie donc d'Alfred Sauvy, qui est une des théories qui se sont intéressées à cette relation entre la croissance démographique et la croissance économique. إذن فيما كما سبقت الإشارة خلال الحصتين الماضيتين العلاقة بين النمو الديموغرافي والنمو الاقتصادي كان خلق نقاش وتمت دراسات وأبحاث مهمة حول هذه العلاقة بين النمو الديموغرافي والنمو الاقتصادي. دونك هذا من بين هذه النظريات أعطى إذن هذه الدراسات والأبحاث أنتجت نظريات سميت بالنظريات السكانية. قدمنا منها نظرية ابن خلدون ونظرية توزوند ونظرية توماس روبير مالتوس في الحصص الماضية، والآن سنقدم نظرية الباحث الفرنسي ألفريد سوفي. إذن هذه النظرية تعتمد على ما يسمى بالحجم الأمثل للسكان، الحجم الأمثل للسكان. ماذا نقصد بالحجم لو فوليوم الامثل للسكان؟ يقصد به الباحث الفرنسي او يقصد الباحث الفرنسي بهذا التعبير عدد السكان الذي يمكن ان يعيش في بلد معين او جهه معينه في ظروف معينه وفي احسن الشروط الماديه. اذا عندما نقارن هذه النظريه نظريه ألفريد سوفي مع النظريات السابقه قلنا بأن نظرية ابن خلدون معروفة بكونها النظرية التفاؤلية لأنها تعتبر الإنسان عنصر أساسي في التنمية وفي التمدن. ثم نظرية توماس روبير مالتوس قلنا بأنها نظرية تشاؤمية لأنها تعتبر الإنسان السبب الرئيسي في غياب التوازن بين الموارد الاقتصادية والسكان وبالتالي يؤدي ذلك إلى كوارث طبيعية أو بشرية. ثم نظرية توسوند التي هي نظرية في منزلة بين المنزلتين لما سبق أن أشرنا إليه في الحصة الماضية. ثم هذه النظرية نفس الشيء في منزلة بين المنزلتين، أي أنها تقول بأن السكان يمكن أن يكونوا عنصر نمو اقتصادي يساهم في خلق الثروة وبالتالي في تراكم الثروة وبالتالي الوصول إلى تنمية اقتصادية، لكن عندما يتجاوز السكان هذا الحجم الأمثل يصبح هناك غياب التوازن بين الموارد والسكان وتنقلب الآية، يصبح للسكان عنصر، يصبح للسكان عفوا دور سلبي في المعادلة أي في التنمية أو في النمو الاقتصادي في مرحلة أولى ثم في التنمية في مرحلة أخيرة. وقد لخص الباحث نظريته حول الحجم الأمثل للسكان في الرسم البياني الذي يتواجد في
الملخص أو في لو سيبور ديال لو كور الذي يقارن فيه بين حجم السكان والدخل الفردي. إذن الباحث ميز فيه بين مرحلتين رئيسيتين في الرسم البياني. دونك المرحلة الأولى التي تهم ارتفاع عدد السكان بموازاة مع الموارد. إذن هنا يتميز المرحلة الأولى من الرسم البياني بارتفاع الدخل الفردي ثم بارتفاع عدد السكان، لأن الطاقة البشرية الإنتاجية تزداد، إذن الدخل يرتفع، هناك ارتفاع ديال الدخل الفردي مع ارتفاع عدد السكان. ثم في مرحلة ثانية عندما يصل هذا الحجم السكان إلى مستوى معين، حجم الأمثال للسكان، تتميز المرحلة الثانية بانخفاض الدخل مع تزايد السكان، أي أن هناك انخفاض للدخل الفردي بارتفاع باستمرار السكان في الارتفاع. وهذا الحجم الأمثال أو الأنسب للسكان رغم أن يلائم في المنحنى النقطة الأعلى في المنحنى الذي يتواجد لديكم في الرسم البياني. إذن كلما تجاوز السكان هذا الحجم الأمثل إلا ويكون هناك انعكاس سلبي على الموارد. إذن كلما تجاوز عدد السكان هذا الحجم الأمثل إلا وكانت له نتائج سلبية على الدخل الفردي لساكنة المنطقة المعنية. إذن التحليل الذي اعتمده ألفريد سوفي يرتكز على عدم وجود توازن بين النمو الديموغرافي السريع الذي يعتبر السمة الأساسية للبلدان المتخلفة والنمو الاقتصادي بها، أي أن الأمر يتعلق بمقارنة تزايد السكاني في بلدان العالم الثالث أو في البلدان المتخلفة أو استعمال تسمية من التسميات التي سبق أن أشرنا إليها ودرسناها في الفصل الأول، ثم النمو الاقتصادي بهذه البلدان باعتبار أن هذا حجم السكان على مستوى دول معينة عندما يتجاوز مستوى التوازن سما هو الحجم الأمثل للسكان، هنا تنقلب الآية وبالتالي يكون في البداية يكون تأثير إيجابي للسكان، ارتفاع السكان ارتفاع الدخل، لكن في مرحلة معينة تنقلب الآية وهذه المرحلة المعينة هي التي سماها بالحجم الأمثل للسكان. فهو بالتالي يعتبر الانفجار الديموغرافي هو السبب الرئيسي في تخلف اقتصاديات هذه البلدان المتخلفة، لأن معدلات النمو الديموغرافي بها تفوق بكثير تلك المسجلة بالبلدان المتقدمة. وهنا يجب ربط هذه المسألة بما سبق أن أشرنا إليه في المحور الخاص بالانتقال الديموغرافي، حيث قلنا بأن في الدول المتقدمة تحسن الظروف الصحية وتحسن ظروف العيش، عطانا في الدول المتقدمة تحكم في الولادات وتحكم في الوفيات، لكن في الدول المتخلفة عطانا تحكم في الوفيات، الناس ما بقوش كيموتوا بزاف، ولكن الاستمرار في الأعداد السكان، أي أن التزايد الطبيعي بقي على حاله، وبالتالي نتجت هذه الوضعية ديال الاستمرار ارتفاع أعداد السكان في هذه البلدان العالم الثالث، والتي يشير إليها ألفريد سوفي بأنها سبب رئيسي من الأسباب الرئيسية لتخلف البلدان العالم الثالث. فإذا استثنينا المرحلة الأولى التي تحدثنا عنها سلفا، فمضمون هذه النظرية، المرحلة الأولى نقصد بها النصف الأول من المنحنى أو المرحلة الأولى من المنحنى، إذن إذا استثنينا هذه المرحلة فإن مضمون هذه النظرية يطابق تقريبا مضمون نظرية مالتوس. إذن بالتالي هذه النظرية تجمع شقين مختلفين، الشق الأول هو فاش تحدد أعداد السكان إيجابا على فاش كيأثر أعداد السكان إيجابا على التنمية، يعني مضمون ديال هذه
الشق الأول من النظرية يطابق مضمون نظرية ابن خلدون، ومضمون الشق الثاني أي أن استمرار أعداد السكان في الارتفاع يؤدي إلى تراجع الدخل وبالتالي إلى التخلف يطابق نظرية توماس روبير مالتوس. لذلك قلت في بداية بأن هذه النظرية ديال ألفريد سوفي مع نظرية دوسوند هما نظريتين في منزلة بالمنزلتين، بين المنزلة التي تتحدث عن الدور الإيجابي للسكان في التنمية والمنزلة الثانية التي تتحدث عن الدور السلبي للسكان في التنمية. Donc la théorie d'Alfred Sauvy s'est basée donc sur le concept de la population optimale, c'est-à-dire l'effectif donc de la population qui peut vivre dans un pays donné, dans des conditions techniques données et dans les meilleures conditions matérielles. Donc, نفس العناصر بالفرنسية التي أشرنا إليها قبل قليل. L'auteur, c'est-à-dire Alfred Sauvy, s'intéresse à la relation entre la croissance démographique et le revenu par habitant. Donc, il estime que ce revenu par habitant, il augmente avec l'augmentation du nombre de population. Tout le monde travaille, donc tout le monde gagne de l'argent, donc c'est de la richesse, donc le revenu augmente avec l'augmentation de la population. Jusqu'à un point X. Ce point X, appelé par Alfred Sauvé, la population optimale. Donc pour lui, au-delà de ce point, si la croissance démographique continue de s'élever, automatiquement, le revenu, il retombe. Cependant, donc à partir d'un seuil d'augmentation de la population, c'est-à-dire la population optimale, le revenu par tête baisse, même si l'accroissement de la population continue. Bref, la théorie d'Alfred Sauvy est très proche de celle de Thomas Robert Malthus, notamment dans sa deuxième partie, la deuxième partie donc du graphique qui représente cette théorie de la population. C'est-à-dire qu'il considère l'explosion démographique comme responsable donc de la faiblesse des économies des pays en voie de développement et par conséquent, il est responsable donc du sous-développement de ces pays. Donc, bi inha madmoun nadariyat Alfred Sauvy, nakoun qad anhayna l'mihwar tani, محور ثانوي الثاني الذي يتحدث عن النظريات السكانية. إذن سننتقل إلى دراسة المحور الثانوي الثالث المتعلق بالعلاقة بين النمو الديموغرافي والتنمية الاقتصادية أو النمو الاقتصادي. وفي هذا الإطار تجمع جلد الدراسات والأبحاث التي تناولت موضوع العلاقة بين النمو الديموغرافي والتنمية الاقتصادية على أنها علاقة جد معقدة. الدليل على ذلك هو ما قدمناه في المحور الثانوي الثاني عن وجود مجموعة من النظريات السكانية، ووجود هذا تعدد النظريات يدل على تعدد وجهات النظر أو الزوايا التي ينظر منها كل باحث على حدة إلى هذه العلاقة، وبالتالي فهي علاقة جد معقدة ولا يمكن الحسم فيها لعدة اعتبارات حسب ما أشار إليه العديد من الباحثين. هناك العديد من الدول، أولا رغم كثافتها السكانية الضعيفة تصنف داخل الدول المتخلفة، منها على سبيل المثال ليبيا ودول الخليج العربي بصفة عامة. أي ماذا؟ أي أن قلة أعداد السكان لا تعطينا، وأي التي تدل على قلة أو ضعف النمو الديموغرافي لا تعطينا أوتوماتيكيا التنمية أو التقدم. وفيس فيرسا، كثرة أعداد السكان الذي يدل عادة على نمو ديموغرافي مرتفع لا يعني أوتوماتيكيا وضعية التخلف. ثم هناك العديد من الدراسات التي أثبتت أن عدد السكان يبتدي في التراجع فقط عندما تبدأ الحالة الاقتصادية في الانتعاش والتحسن، وهذا ما جرى في العديد من الدول المتقدمة، وكل مرة
نعود إلى نظرية الانتقال الديمغرافي التي بيّنت أن تحسن الظروف الطبيعية قد يؤدي إلى تحكم في الولادات والتحكم في الخصوبة، أي التحكم في معدل النمو الديمغرافي. وبعض الباحثين يفسر فشل السياسات السكانية في العديد من البلدان المتخلفة بغياب التحسن الاقتصادي فيها. إذن هذه وجهات نظر مختلفة تتحدث عن تحسن الوضعية أو ظروف العيش، أي تحسن اقتصادي، التي يربطها أو التي يربط هذا التحسن الاقتصادي بتحسن الإمكانيات الاقتصادية وبالتالي التنمية الاقتصادية. إذا لهذه الأسباب هناك باحثون يعتبرون النظرية المالتوسية نسبية. لماذا نسبية؟ لأن ارتفاع عدد السكان قد لا يعطي أوتوماتيكيا التخلف، لأن العامل الديمغرافي قد يكون عامل تخلف كما يمكن أن يكون عامل نمو اقتصادي، أي السكان كعامل يمكن أن يؤثر بالسلب أو بالإيجاب على التنمية الاقتصادية. ويستشهد هؤلاء الباحثون بكون العديد من الدول المتقدمة حاليا اعتمدت في إقلاع الاقتصادي إلى جانب التطور الفرحي ورؤوس الأموال والأسواق الخارجية على ارتفاع أعداد السكان. هناك بعض الباحثين الذين يقولون بأن الخصاص الذي عرفته أوروبا خلال مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، يعني عرفت حرب العالمية أولى ثم حرب عالمية ثانية في أقل من 50 سنة، وبالتالي جوج حروب كبرى يقدر نقولوا في أقل من 30 سنة، يعني 1914 بالنسبة للحرب العالمية الأولى، ثم 1900 نهاية الحرب العالمية الثانية 1944-45 بالنسبة للحرب العالمية الثانية. إذن فترة وجيزة عرفت فيها منطقة أوروبا حربين عالميتين أثرت سلبا على المخزون السكاني أو الأعداد السكان بهذه المناطق، وبالتالي لجأت هذه الدول الأوروبية إلى استيراد أيدي عاملة من الخارج من مختلف مناطق العالم، من أفريقيا ومن آسيا وما إلى ذلك، عن طريق الهجرة الدولية. وبالتالي يدل على أن السكان يمكن أن يكون عامل تقدم بالدرجة الأولى. إذن فمن ناحية وضعت تحت تصرف الصناعة التي كانت ناشئة في تلك الوقت يدا عاملة كثيفة ورخيصة، ومن ناحية أخرى كون سوق استهلاكية مكنت هذه الدول من قدرة استهلاكية مهمة. إذن التأثير الإيجابي للسكان يكون عبر نقطتين أو محورين أو عبر طريقتين. التأثير الإيجابي للسكان على التنمية، العامل الأول أو الطريقة الأولى هو أن هذه الأعداد الكبيرة من السكان توفر أيدي عاملة للقطاعات الاقتصادية الضرورية، سواء الفلاحة أو الصناعة أو ما إلى ذلك، وبالتالي المساهمة على الأيدي العاملة في إنتاج الثروة، وبالتالي في تراكم الثروة، وبالتالي في وجود رسائل الاستثمار، وبالتالي في الوصول إلى التنمية الاقتصادية. الطريقة الثانية التي يؤثر بها السكان أو حجم السكان على الموارد الاقتصادية على التنمية، هو كون الأعداد السكان المرتفعة تكون سوق استهلاكية، un marché de consommation. Donc انتم تعرفون او ستدرسون في المواد الاخرى بعض النظريات كالنظريات ديال الاستهلاك، لا تيوري دو لا كونسوماسيون، باش ما الناس تيستهلكوا بزيد الا وتيحفزوا على الانتاج الا ويتم خلق مناصب الشغل، وبالتالي محاربه الظاهره تاع البطاله. اذا كل مترابط على مستوى الاقتصادي. اذا التاثير الايجابي للسكان على التنمية الاقتصادية يتم عبر طريقتين: أولا إيجاد أيدي عاملة مكونة ومستعدة للعمل، ثانيا خلق أسواق استهلاكية محلية تؤدي إلى نشيط عجلة الاقتصاد.
إذن فحسب هؤلاء الباحثين فالانفجار الديموغرافي قد يشكل عائقا أمام التنمية ولكن ليس السبب الرئيسي في ظهور ونشأة تخلف عفوان. إذن إذا بغينا نلخصوا المسألة تاع تأثير الانفجار الديموغرافي على التنمية الاقتصادية، أولا الطريقة الإيجابية اللي ذكرناها قبل قليل كيف يؤثر السكان إيجابا على التنمية الاقتصادية، وسلبا هو أن يمكن أن نأخذ بعين الاعتبار أن السكان يمكن أن يكونوا عامل تخلف ولكن ليس سببا رئيسيا لظهور ونشأة التخلف. سبب من أسباب التخلف نعم، لكن سبب رئيسي للتخلف لا. في هذا الصدد كتب الأستاذ فؤاد بن صغير الذي أشرنا إليه في عدة مرات، لكن الشيء الأكيد هو أنه حتى وإن اعتبرنا الانفجار الديموغرافي عائقا من عوائق التنمية فإنه حتما لا يمكن عده سببا في ظهور التخلف، وذلك لكون الظاهرة أي هذه الظاهرة ظاهرة التخلف برزت منذ نهاية القرن التاسع عشر في حين أن البلدان المتخلفة لم تعرف الانفجار الديموغرافي إلا بعد الحرب العالمية الثانية. إذن يعترف الباحث وهو رجل اقتصاد بأن الانفجار الديموغرافي يمكن أن نعتمده عامل من العوامل التي قد تسبب التخلف، لكن يقول لا يمكن أن نعتبره عاملا رئيسيا لظهور ونشأة ظاهرة التخلف لسبب بسيط يقول الباحث، هو أن التخلف ظهر منذ نهاية القرن التاسع عشر بينما الانفجار الديموغرافي لم يظهر بدول التي ستسمى بالدول المتخلفة إلا بعد الحرب العالمية الثانية، يعني أن هناك أن سبب لظهر فيما بعد لا يمكن أن عامل لظهر فيما بعد اللي هو الانفجار الديموغرافي لا يمكن أن يكون سببا لظاهرة ظهرت قبلها. فهل يعقل إذن أن يكون الانفجار الديموغرافي يتساءل الباحث سببا في ظهور ظاهرة أو في ظاهرة ظهرت قبله بكثير؟ إذن الجدول التالي الذي أشرنا إليه قبل قليل فيه مقارنة بين الكثافة السكانية بين بعض الدول المتقدمة والمتخلفة لسنة 2001. إذن مثلا عندنا دول متخلفة مثلا المملكة العربية السعودية، ليبيا، الفلبين. إذن تنشوفوا بأن المملكة العربية 9.8، ليبيا 3 نسمة في الكيلومتر المربع، إذن هذه نسب جد ضئيلة، ورغم ذلك لا تسمى ولا تصنف هذه الدول بالدول المتقدمة. وعندنا مع في نفس المجموعة الفلبين اللي فيها 257 نسمة في الكيلومتر المربع، وبالتالي فهي تتوفر على كثافة مرتفعة لكن تتطابق مع كونها دولة متخلفة. نفس الشيء المفارقة، نفس المفارقة نلقاوها في الدول المتقدمة، مجموعة الدول المتقدمة إذا الجدول اللي عندكم، أستراليا 2.5 نسمة، هذا شيء طبيعي لأن أستراليا شاسعة وعدد السكان محدود ولكنها دولة متقدمة. كندا مساحة شاسعة عدد السكان مهم ولكن مقارنة مع المساحة 3.1. لكن عندما نأخذ اليابان وهولندا هاتين الدولتين دولتين متقدمتين صناعيتين لكن فيهم كثافة سكانية مرتفعة 336 بالنسبة لليابان نسمة في الكيلومتر المربع و 392 نسمة في الكيلومتر المربع بالنسبة لهولندا. إذن أشنو بغينا نقوله من هاد الإحصائيات؟ غنبينو الهدف من هاد الجدول هو أن كثرة السكان التي تدل عنه الكثافة السكانية la densité de la population لا يمكن أن تعطينا مؤشر حقيقي على كون الدولة متقدمة أو متخلفة، وقلة السكان أي قلة الكثافة لا يمكن أن تقول أن نبني عليها ونقول بأن الدولة الفلانية متقدمة، والدليل على ذلك الإحصائيات أو النماذج للجدول السالف الذكر. إذن
فقط هناك ملاحظة كيف نقوم بحساب الكثافة السكانية. إذا الكثافة السكانية إذا تستعمل للحديث عن التوزيع الجغرافي للسكان، وبالتالي نتحدث على نوعين من الكثافة: الكثافة الجغرافية لا دونسيتي جيوغرافيك دون بوبيلاسيون، تناخذ الأعداد السكان عدد السكان في منطقة معينة على المساحة الكلية لهذه المنطقة بالكيلومتر المربع. إذن إلا خدينا جهة سوس ماسة، ناخدو جوج المليون ولا ثلاثة المليون تاع السكان، تنقسموها على المساحة تاع جهة سوس ماسة، ما عرفش 100,000 ولا 50,000 كيلومتر مربع. إذن داك الشيء تخرج لنا تنسميوه إكس نسمة في الكيلومتر المربع، هذه تتسمى الكثافة الجغرافية، لأن خدينا عدد السكان على المساحة الجغرافية الكلية. وهناك نوع ثاني من الكثافة اللي هي الكثافة الزراعية، لا دونسيتي اغريكول، المساحة عفوا الكثافة الزراعية. كيف يتم حسابها؟ هو عدد السكان دائما نفسه، وتنقسمه على المساحة الصالحة للزراعة اللي كتسمى بالفرنسية لا اس ا يو، لا سوبرفيسي اغريكول اوتيل. لان اذا خدينا المغرب ككل، ناخذ 36 مليون نسمة السكان ولا عدد السكان في 2020، وغادي الى بغينا الكثافة الجغرافية تنقسمو على المساحة الكلية تاع البلاد تاع المغرب. وإلا بغينا المساحة الزراعية، كاين واحد العدد المناطق في المغرب اللي غير صالحة للزراعة، مناطق الصحاري الجبال كذا كذا، إذا هاد المناطق تتحيدو. إذا تنقسمو عدد السكان في المغرب كليا على المساحة الصالحة للزراعة في المغرب، وهاد المساحة الصالحة للزراعة في المغرب تتعطى بالهكتار. إذن وبالتالي المساحة الزراعية تلقوا فيها إكس نسمة في الهكتار. إذن فقط لتمييز بين نوعين من الكثافات السكانية. دونك لي زيتود كي سو سون دونك انتيريسي ا ليتود دونك دو لا ريلاسيون انتر لا كروسونس ديموغرافيك اي لا كروسونس ايكونوميك ديرون لو 20ام سيكل اون سوليني لا كومبليكسيتي دونك دو سيت ريلاسيون، دونك تعقيد العلاقة بين السكان وبين التنمية. Les avis sont partagés, les points de vue sont partagés, les chercheurs ont des analyses qui sont différentes, ont des angles de vue qui sont différentes. Donc c'est pour cela on trouve deux courants, Georges Tiyarat, déjà présent depuis la théorie d'Ibn Khaldun, Tiyar le Mutafa'il, donc l'optimisme, et Tiyar le courant pessimiste, les Kant Kitzamo, donc Thomas Robert Malthus. Donc d'un côté, après la Deuxième Guerre mondiale, les néo-malthusiens, donc les Minahum Sabiqan, les néo-malthusiens, les Madan néo-malthusiens, les Anna Malthus, fi le Karn, Rabi Achar, Khamisa Achar, Rjou, بعد الخبراء اللي قلنا تخدموا مع المؤسسات المالية الدولية ولا مع الأمم المتحدة، رجعوا لمضمون النظرية ديالو. لذلك تيتسماو لي نيو مالتوسيان أو المالتوسيين الجدد اللي كيأمنوا بنظرية مالتوس. Ainsi que les organismes spécialisés pardon, le Fonds monétaire international, l'OMS, la FAO, l'UNICEF, كل هاد المؤسسات il s'appuie sur ses conclusions pour promouvoir des politiques anti-natalistes. إذن جل هاد المؤسسات الدولية بما فيها المؤسسات الأمم المتحدة وبعض المؤسسات الموازية ديالها بحال الويمس منظمة العالمية للصحة بحال اليونيسيف
ديال الطفولة بحال لا يفاو منظمة العالمية للأغذية والزراعة بحال المؤسسات المالية لا بنك مونديال لو فون مونيتير انترناسيونال كلها رجعات لمضمون نظريات توماس روبير مالتوس التشاؤمية واعتمدت عليها وصدرت توصيات تطلب من دول العالم الثالث في النصف الثاني من القرن العشرين باش يطبقوا السياسات المعادية للسكان لي بوليتيك اونتي ناتاليست المعادية للزيادات المرتفعة للسكان. بوكو دو رابور اونتي تي برودوي مجموعة من التقارير تم اصدارها من طرف هذه المؤسسات كلها كتأكد على شيء اساسي وواحد هو هذه المسألة ديال لاليرت او إثارة الانتباه الى كون الاستمرار في هذا النهج الذي يوجد في دول العالم الثالث في بداية الخمسينات والستينات بانه سيؤدي الى كارثة. لذلك من بين هذه الكتابات ما كتبه أندري لوا تقول ديسي 30 ans la race humaine ne disposera que d'un temps extrêmement réduit pour faire face à une crise résultante d'une croissance exponentielle dans un espace fini. يتحدث دونك في نهاية التسعينات 1999 تقول لك ديسي 30 ans يعني في 2030 شحال باقي لنا ليها حنا 10 سنوات تقول بأن غادي يكون عندنا مشكل كبير فيما يتعلق بالسكان وبالموارد. لماذا حسب هذا الباحث؟ لأنه تقول بأن لاكواسونس ديموغرافيك اكسبونونسييل دونك ترتفع بكيفية مهولة دونز ان موند ليميتي تطور بلا حدود للسكان في مجال محدود وبالتالي سيكون حسب هذه التنبؤات مشاكل مرتبطة بالموارد. لذلك حتى في بداية ظهور هذا الوباء الحالي ديال 2020 اللي هو الكوفيد 19 تسمعوا وتتقراوا وتسمعوا في بعض المواقع بأن هناك من يفسر الأمر بنظرية المؤامرة بأن القوى العظمى لجأت إلى خلق هذا الفيروس بكيفية إرادية وخرج عن السيطرة ديالها وكان الهدف منه هو التقليل من حجم السكاني على المستوى العالمي بصفة عامة وبالتالي التقليل حتى من ما سبق أن أشرنا إليه في إحدى الحصص السابقة داك الثقل الديموغرافي تاع السكان اللي هما في لاج تري افونسي تقليل ديال الحجم ديالهم تقليل ديال الثقل ديالهم الديموغرافي على ايلوكو ايكونوميك ديالهم على المجتمعات خاصة المتقدمة بصفة عامة. إذن هذا فقط بين قوسين بعض الأشياء التي تحدثت عنها هذه التقارير التي اتجهت واتخذت من ضمن نظرية توماس روبير مالتوس كسياسة لما قدمته من توصيات. Donc pour attirer l'attention de l'opinion publique internationale et notamment celle des PED, plusieurs conférences sur la population ont été organisées par les institutions internationales et par les experts qui travaillent dans ces institutions. Et dans l'état de l'intibah, le mouchkil dans l'infijar démographie ou le soukan, et dans l'moussassat d'oulia, timadan ala تقارير الخبراء ديالها لجأوا إلى العديد إلى تنظيم العديد من المناظرات الدولية حول السكان les conférences internationales sur la population. Je veux citer uniquement 3 les plus importantes. Donc la conférence de Budapest en 1974 إذن مناظرة دولية حول السكان ببودابست 1974. Donc les pays développés recommandent aux pays du sud de faire moins d'enfants. Et donc là, طلب واضح دول متقدمة تطلب من الدول المتخلفة باش نقص من معدل النمو الديموغرافي أي نقص من معدل الخصوبة
وكذلك من معدل الولادات. دونك من طبيعة الحال الدول المتخلفة لن تقبل هذه المسائل لأنها تطالب بسياسات تنموية عوض سياسات الحد من النسل ومن السكان. المناظرة الثانية 10 سنوات بعد المناظرة الأولى، لا كونفيرونس دو مكسيكو 1984، المناظرة الدولية لمكسيكو عاصمة المكسيك في 1984. دونك الدول اللي تبعت التوصيات ديال المناظرة 74 بداو تيشوفوا تراجع تاع الولادات عندهم، وبالتالي التحكم في الولادات، التحكم في الخصوبة، وبالتالي ديبي دا مورس دو لا بيس دو لا فيكونديتي دون لي بي او دي دو لاميريك لاتين. يعني دول امريكا اللاتينيه هي التي كانت الاولى والسباقه لتطبيق توصيات المناظره ديال 1974. دونك بليزيور بي بوفر سو ديفلوبي اون كومونسي ا ادميتر سيت بوسيبيليتي اي نيسيسيتي دو لا بلانيفيكاسيون دو نيسونس. اذا بدايه تطبيق سياسات تحديد النسل وتنظيم الاسره في العديد من دول العالم الثالث. La conférence 3, c'est la conférence du Caire en 1994. Le monadara d'Oulia, les soukan, les Kahiraf al-Futsamia, Urba Utsehin, qui est appelée la conférence, le Moussemet, la conférence internationale sur la population et le développement. Les Awal Mara, Taitam Rabt, soukan, bitnemia. Le monadara d'Oulia, Hawla soukan, wa. Il associe pour la première fois donc la problématique de développement assez de la population, et la majorité des pays en voie de développement débattent sur les modalités de limitation de naissance. Donc, nous avons dit que nous avons dit que nous avons حسم الأمر الكل يجب أن يتجه نحو تحديد النسل والتحكم في الولادات وضبط معدل الخصوبة. إذن تمت مناقشة في هذه المناظرة تاع القاهرة لموداليتي كيفية كهي الطرق الكفيلة للحد من هذا معدل الخصوبة، وبالتالي تحكم في معدل الولادات. دونك لا كونفيرونس دونك دو كير أدمي كو لا كيستيون ديموغرافيك إت أن بروبليم دو سوسيتي، بأن المسألة الديمغرافية هي مسألة مجتمع. إذا لماذا مسألة مجتمع؟ لأن تبين من خلال التقارير، من خلال الدراسات التي أنجزت في سنوات الثمانينات، في سنوات السبعينات، بداية التسعينات، حتى منتصف التسعينات عاد تمت هذه المناظرة، أش تبين من خلال الدراسات بأن هناك العديد من الدول التي لا تطبق تلك السياسات لاعتبارات ثقافية. وعندما نتحدث عن الاعتبارات الثقافية التي أشرنا إليها في الحصص السابقة، أي أن قد يتعلق الأمر بجانب الديني والعقائدي، وبالتالي رفض السكان لتطبيق تلك الوسائل تاع منع الحمل التي بإمكانها الحد من معدل الخصوبة. دونك هذه وجهة النظر الأولى حول العلاقة بين السكان والتنمية. مجموعة من الباحثين والخبراء رجعوا للمضمون التشاؤمي أو إلى مضمون نظرية توماس روبير مالتوس التشاؤمي، وحاولوا يطبقوها على أرض الواقع. وجهة النظر الثانية دان أوتر كوتي، بليزيوغ شيرشور إي ديموغراف أون كريتيكي لو مالتوزيان. النظرية المالتوسية تعرضت للانتقادات. بوركوا؟ لأنهم هاد الناس اللي تيعرضوا اللي تينتقدوا نظريه مالتوس، il considère le développement comme le meilleur moyen de maîtriser la fécondité. مالتوس تيقول maîtriser la fécondité est le seul moyen pour atteindre le développement. التحكم في الخصوبه هي الوسيله المثلى للوصول الى التنميه. وهادو تيقولوا العكس، تيقولوا بان لو ديفلوبمون التنميه هي احسن وسيله للتحكم في للتحكم في في الخصوبة. إذن وجهة نظر متعاكسة تماما. من بين هاد الباحثين دونك اوجين دوكاس 1928
Colin Clark, Kuznet, Alfred Sauvé et Jesus de Castro en 1960, et autres. Les marxistes, c'est-à-dire ceux qui ont suivi et qui sont influencés par le contenu donc, de l'idéologie marxiste-léniniste, quant à eux, estiment que la misère ne provient pas de la race, de la nature, mais du mode de production capitaliste. D'amis balihom, siham dialhom, l'intiqadat dialhom, daiman mettoujha, إلى النظام الرأسمالي والليبرالي بأنه هو السبب في ظهور الفقر والفقر المدقع. Donc Mao Zedong, donc le leader chinois, le patron donc de la révolution culturelle chinoise, a bien exprimé le point de vue de l'idéologie marxiste en parlant de son pays. Il a dit « C'est une très bonne chose que la Chine ait une grande population ». Même si elle se multiplie plusieurs fois, elle est capable de trouver une solution. Cette solution, c'est la production. Donc, والوصول إلى التقدم وهذا الرغبة لا تتم إلا بالتقدم العلمي بالتقدم التكنولوجي إلا بإيجاد وسيلة لإنتاج الثروة التي هي الإنتاج la production. Donc l'ancien groupe des 77 se tenait donc par l'Église catholique مجموعة 77 et l'islam émet des réserves d'ordre éthique à propos des pratiques anti-natalistes. إذن هذه المجموعة من الدول بما فيها الدول المسيحية والدول الإسلامية عندهم بعض الاعتراضات على المضمون تاع النظرية تاع توماس روبير مالتوس تحدثت قبل قليل على الجوانب الثقافية والجوانب العقائدية إذن هذه الدول ضد تلك النزعة المعبر عنها داخل نظرية توماس روبير مالتوس دونك en 1997 un rapport du FNUD du Fonds des Nations Unies pour la Population, a souligné l'influence du rajeunissement de la population sur la réussite des nouveaux pays industrialisés. تقولوا هاد الدول بأن هناك نماذج كانت للدول المتخلفة وتحولت من وضعية التخلف إلى وضعية التقدم بسبب شباب الساكنة ديالها أو الساكنة الشابة لهذه البلدان وهاد الدول هي لنوفو pays industrialisé, il y a deux pays scénariés jadidia, les achats qu'il y a dans le Mouhadarat, il y a deux pays janoub-charq-asia, Hong Kong, Taïwan, Corée du Janoubia, et ma ila d'ali, quoi, Sangrafoura. Dans le tali, il y a des gens qui ont dit que ce qu'on a, عكس النظرية الأخرى, هم سبب ديال التقدم وليس سبب التخلف. Donc Jean-Charles, 1997, dans La Revanche du Tiers-Monde, a souligné que croissance démographique et croissance économique sont allées dans le même sens malgré les problèmes, malgré les prophètes donc du malheur. بدون مشاكل كما حدث بهذه الدول دي جنوب شرق آسيا. Bref, pour les partisans de l'optimisme, le développement est le meilleur moyen de maîtriser la fécondité, alors que pour les autres, c'est le contraire, la maîtrise de la fécondité est le meilleur moyen pour se développer. Donc, on s'arrête sur ce point. Merci de votre attention et à la séance prochaine.